طلتش حلوة بعد عيني ذوق حبيبتي يعني أنيقة وجميلة وعندك ذوق معين خاص فيك أنت. شلون تختارين اطلالاتك؟ يعني شنو الاشياء اللي مثلا تسوينها علشان تكونين مواكبه الموضه دائما؟ مثلا يعني احنا بنات تدرين يعني انا مو مع الموضه ابدا، انا مع اللي احسه يمثل شخصيتي. وعموما انا ذوقي هادي والواني محدوده. كلاسيك يعني؟ اي انا كلاسيك. ايش اهتماماتك غير الفن؟ غير الفن والله شو تحبين تسوين؟ أحب أقرأ، أحب أتأمل، أحب أني أمرن صوتي، في أشياء كذي يعني أحب أكون متواجدة فيها. تدرين عندي شيء يمكن